اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا النهارده نتكلم عن صادرات مصر الزراعيه في العام 2021. بصراحه حاجه تفرح احنا صدرنا لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية حوالي خمسة وستة من عشرة مليون طن من المحاصيل الزراعية احنا بنصدر أكثر من تسعين محصول بنزرعه في مصر لكل أسواق العالم ويأتي دائما في مقدمة هذه المحاصيل الموالح والبطاطس وبنجر العلف والفراولة والفاصوليا وغيرها من المحاصيل الهامة جدا وما ننساش كمان الرمان والبصل لأنها محاصيل وعادة جدا وتعتبر فرس الرهان لصادرات مصر في السنوات المقبلة وخلي بال حضراتكم احنا وصلنا بصادرات الموالح لأول مرة لحوالي مليون و وستة ألف طن أما بنجر العلف اللي احتل المرتبة الثانية لأول مرة وصلت كمياته لحوالي 650 ألف طن والبطاطس 614 ألف طن والبصل 276 ألف طن والعنب 143,500 طن والبطيخ 9,500 طن إذا هذه المحاصيل هي فرس الرهان لصادرات مصر الزراعيه وخلي بال حضراتكم احنا فرق معانا جدا الاعلان عن المجلس الاعلى للصادرات برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كل الدعم لكل مصدر من الدوله حتى يمكن ان نغزو كل اسواق العالم بصناعتنا الوطنيه وبالمناسبه لو حاولنا نقارن ما بين صادرات مصر الزراعيه في العام 2020 والعام 2021 احنا مصدرين في العام 2020 حوالي 5 مليون و100 الف وفى العام 2021 مصدرين زي ما قولنا 5 مليون و600 الف طن حاجه تفرح بجد خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان